أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حوصلة جديدة لأخبار نادي الإفريقي. اليوم الجمعة 21 جانفي 2022، ونبدأ حلقتنا من فرع كرة السلة والنادي الإفريقي. وبعد انطلاقة سيئة الحقيقة في البطولة، كان خسر زوج مباريات ورا بعضهم، تمكن من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد لا انتصر على شبيبة القيروان. كان الانتصار هذا والثاني على حساب الملعب النابلي في الجولة الرابعة بنتيجة 55-60. انتصار كان هام برشا الافريقي وصعيب برشا زادة، وكما سبق ولمنا الاولاد كيف ما قدموش بطول لازم في مباريات الاولى. اليوم لازم نشكرهم، لانه انك تربح الملعب النابلي في نابل بعد انتصارها على الزهراء الرياضية المرشح الاول او ما بين المرشحين الكبار للفوز بالبطولة في الزهراء بالذات، ما نجمو كان نفرحوا بالانتصار هذا. دونك انتصار النادي الافريقي قيمته باش يكون أكبر إن شاء الله إذا كان يتمكن غدوة من تحقيق نتيجة إيجابية في المونستير، والأكيد أن المهمة باش تكون صعبة برشا لقيمة لاعب الاتحاد المونستيري، لكن شيء ما هو مستحيل مع فرع الشيخة. نعطيكم برنامج مباريات غدوة لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب، واللي بعدها باش تحبس البطولة حوالي شهر ونص، وباش يتحل زادة خلالها باب الميركاتو والنادي الإفريقي باش يقوم بعض الانتدابات القيمة اللي إن شاء الله تقدم الإضافة في بقية المشوار. البرنامج إذن دون غدوة الأربعة العشية، الاتحاد المونستيري يستقبل النادي الافريقي، النجم الراتسي يستقبل الزهراء الرياضية، مع تأجيل مباراة شبيبة القيروان والملعب النابلي بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف الشبيبة. نعطيكم زادة الترتيب إلى حد الآن وقبل جولة غدوة. دونك الاتحاد المونستيري 7 نقاط في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية الزهراء الرياضية 7 نقاط، المرتبة الثالثة النجم الراتسي 6 نقاط، النادي الافريقي المرتبة الرابعة 6 نقاط، ملعب النابلي مرتبة 5 6 نقاط، والمرتبة الأخيرة السادسة لشبيبة القيروان ب3 نقاط. جوست نوضح حاجة هنا، علاش 3 نقاط شبيبة القيروان؟ لأنه تغيبت عن مباراة الجولة الفارطة أمام النجم الراتسي، وكما تعرف في حالة الفورفي في الباسكيت يخسر الإكيب تخسر 20-0، وما يعطوهاش نقطة الهزيمة. علاش في الباسكيت تربح تاخذ 2 بوان، وحتى كي تخسر تاخذ نقطة واحدة. دونك في صورة الفورفي وحالة الفورفي دونك ما تاخذش النقطة. سي بور سا شبيبة القيروان لعبت 4 مباريات خسرتهم الأربعة لحد الآن، وعندها 3 بوان، دونك منحيين لها نقطة مباراة الجولة الفارطة. بالإضافة لمباريات كرة السلة غدوة باش تلعب زادة مباريات المتأخرة لحساب الجولة الخامسة ذهب لبطولة كرة اليد أكابر، واللي يستقبل فيها النادي الإفريقي جمعية الحمامات. وبهكا تكون مباريات المؤجلة الكل تلعبت، وجمعيات الكل تولي عندها 5 مقابلات. دونك نعطيكم برنامج الجولة. المجموعة الأولى الماضية 3 ترجي بتونس تستقبل النادي الرياضي بسقية الزيت. المجموعة الثانية الماضي 2 نجم الساحل يستقبل نادي كرة اليد بقصور الساف، والماضي 3 نادي الإفريقي يستقبل جمعية رياضية بالحمامات. ونعطيكم ترتيب مجموعة النادي الإفريقي. دونك الإفريقي في الطليعة ب8 نقاط من 4 مقابلات، جمعية حمامات 6 نقاط المرتبة الثانية من 4 مقابلات، نادي كرة اليد بجمال المرتبة الثالثة 5 نقاط من 5 مقابلات، النجم الساحلي المرتبة الرابعة 4 نقاط من 4 مباريات، أولمبيك سليمان المرتبة الخامسة 2 نقاط من 5 مباريات، ونادي قصور الساف النقطة واحدة في المرتبة الأخيرة من 4 مقابلات. ليمات الأخرى، بعد بعض الصفحات المحسوبة على النادي الإفريقي كانت الدولة للأسف إشاعة مفادها أنه النادي الإفريقي ناوي يفرط في خدمات اللاعب السنغالي أليون باي، إلا أنه إدارة النادي كانت هبطت اليوم صور للاعب مع المجموعة في تدريبات اليوم في زويتن، وكانت انفات تماما الخبر هذا. نبقى مع فرع كرة القدم، والبارح كان مهاجم النادي الإفريقي زهير الذوادي ضيف على برنامج ستاد
الاستاد الكان اللي قدم فيه القنزوعي في الوطنية الأولى، وكان الذوادي حكى لي أول مرة على وضعيته في النادي الإفريقي. وكما نعرفه زهير الذوادي مازال مرتبط بعقد مع الإفريقي لحدود جوان القادم دونك 2023، لكن لأسباب بسبب الإشكال المادي وعدم التواصل إلى اتفاق مع الهيئة دونك الذوادي بقى يدرب مع النخبة وما انضمش الفريق الأول. مقدم برنامج القنزوعي كان تبعته البارح كان سأل الذوادي على وضعيته الحالية، لكن كان زادا حاول أنه يستفز اللاعب في برشا مرات باش يخليه يتهجم على إدارة النادي، إلا أنه الذوادي محصلش وكان جاوب بالطريقة هذه. زدت متعاقد عن مع النادي الافريقي، فما جلسه في الافق ان شاء الله في قادم الايام، علاش نكون موجود مع الكاب ان شاء الله. وقتاش ان شاء الله؟ الاسبوع القادم ان شاء الله. جلسه الاسبوع القادم الله. حاضر انت توا امورك واضحه، خاطر تسي ولاد كبرى. والله موجود انا حاضر، قلت لك انا قاعد متدرب، ما وصار لي الاشكال نتاع النزاع المالي، لكن الحمد لله معناها لقينا حل. وين وصل النزاع المالي؟ لا لقينا حل بلا طرف. وقفت الشكايه ولا ما عادش ولا؟ لا قلت لك جلسه الاسبوع الجاي ما لقينا حل. يحب ما يحبش مش يسدك انا واعطيني. مش ما نحبش نحكي. اي معناها تو حاجات ما زالت ما صارتش. اي تو سامحني تو انت معناها تو تترينا مع لكاب. لا مش مع لكاب انت. ترينا مع الفريق الثاني. ماني مازلت ترينا مع الفريق الثاني. اي بلا ما وضح لي عاد الامور تو. تو انت مازلت ترينا مع الفريق الثاني. وقتاش تولي ترينا مع لكاب؟ الاسبوع القادم باذن الله. باذن الله ماني مازلت الامور ماهيش محسومه. مازلت الامور ماهيش محسومه، حكينا ما ماشيه في ثنيه الباهيه، معناها التيران دونتونت موجود، فهمنا في كل شيء. فهمت؟ وكهو. هذا كان جزء فقط من تصريح الذوادي. كنت تحبوا تتفرجوا في التصريح كامل ثم اليوم بيظهر على الشاشة على يساري، تكليكوا عليه وتنجموا تتفرجوا على التصريح كامل. وكما ريتوا الذوادي يعرف كيفاش يجاوب، وكان حافظ على احترامه للنادي والعقد اللي ربطه، وكان صراحة محترف بيتم معنى الكلمة، وعرف كيفاش يحبط محاولات القنزوعي، وهذا ما يخلينا كان نزيدوا في احترام الذوادي. الحقيقة ما نعرفوش هل أنه الإشكال في طريقه للحل بين الطرفين وإلا كانت إجابة دبلوماسية من الذوادي، لكن أكيد نتمنى أن الملف هذا يغلق سواء برجوع اللاعب للمجموعة أو مغادرته، لكن المهم أن العلاقة الطيبة والاحترام يبقى خصوصا مع لاعبي قدم برشا للنادي الإفريقي كما زهير الذوادي. ولكن نكون وصلنا لآخر حلقتنا وعملنا حوصة لآخر أخبار نادي الإفريقي، نعود نقابل في حلقة جديدة إن شاء الله. دي سي لا واصل، تابعونا على قناتنا على ريكابسيا، واشتركوا في القناة وشغلوا لي نوتيفيكاسيون، وبطبيعة كل الأخبار في جميع الفروع وكل الفيديو وكل التفاصيل موجودة على موقعنا الرسمي clubist.net وصفحة رسمية clubist.net على الفيسبوك. شكرا المتابعة، إلى اللقاء.